وإلى محافظة عمران، حيث استهدف طيران العدو السعودي الصالة الرياضية في المدينة، كما عاود قصف منزل رجل الأعمال صالح الجابري في منطقة ذيفان بمديرية عيال سريحة. وكانت الغارات الأخيرة على المحافظة خلفت 7 شهداء بعد استهداف طيران العدوان جبل ضين في مديرية عيال سريحة. وكان العدوان شن غارة على تبة ومنزل جابرية في منطقة ذيفان، استهدفت معدات ثقيلة في فناء المنزل كانت خاصة بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور.